مساء الخير أحبائي وأعزائي، هل تحول المسيحيين إلى بلطجية؟ ولما حدث ذلك؟ أنطونيوس وبشار مساعد، حرب شوارع في قنا ووقوع مصابين، أصيب 12 شخص بجروح وكدمات في مشاجرة بالعصا والشوم في قرية نجع حمادي أو نجع خيرية التابعة لمركز فرشوت شمالي محافظة قنا. وكانت البداية عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا اختارا بنشوب مشاجرة خناقة بالشوم والعصا بقرية نجع خيرية التابعة لمركز فرشوت شمالي محافظة قنا بسبب خلافات عائلية، وأسفرت المشاجرة عن إصابة نصحي عديل 59 سنة وأنطونيوس لقمان 27 سنة وتيفان عديل 56 سنة وعماد مبروك 35 سنة ورفعت مسعد 51 سنة. كل الكلام ده وبني بشاي 61 وبشار مساعد 19 سنة ورجاشي عزم 24 سنة وهاني كرم 33 سنة ونوتل شهدي وجميل كرم. انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز فرشوت إلى مقر البلاغ وتمكنت من السيطرة على المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخترت الجهات المختصة لتولي التحقيقات. هذا شيء مفزع. جاءنا خبر آخر، نقابة الأطباء تقدمنا ببلاغ رسمي للنائب العام ضد ميدو بتهمة التحريض على الأطباء. ماذا فعل ميدو؟ أعلنت نقابة الأطباء على أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق بتهمة التحريض على الأطباء. وكشف الدكتورة إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء بتصريحات خاصة لمصراوي اليوم: نعم، تقدمت النقابة ببلاغ رسمي للنائب العام ضد ميدو، وستعلن عن ذلك عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بعد قليل، حيث كان شن ميدو هجوما على الأطباء، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وبما يلي نص تصريحاته: أول امبارح أنا كنت في الساحل وجالي تليفون إن حماية المصاب بالسرطان تعبان جدا ويعاني من مشاكل في القلب كما أصيب بجلطة في الرئة، حالته مش سهلة يعني. نزلنا مصر خدناه على مستشفيات، وتخيلوا مفيش مستشفى قبل يستقبل الحالة، مش عايزة تستقبل الحالة عشان الدكاترة في أجازة. تخيلوا ان الناس ممكن تموت عشان الدكاترة في أجازة العيد. طب احنا وضعنا المادي كويس، وضعنا المادي كويس، نقدر ندخله مستشفى خاص، الفقير بقى هيعمل ايه؟ من حق الأطباء الحصول على أجازة، بس لازم يكون في أطباء في الطوارئ لاستقبال الحالات. هو مفيش حد بيتعب في فترة الأجازة. الراجل ده بيتكلم كلام صحيح وكلام منطقي، الراجل ما قالش أي كلام غلط أبدا أبدا أبدا. لازم نعرف هذا الكلام إن كلامه مفيهوش أي نوع من الغلط. بالألفاظ الخارجة، فيديو واضح لإهانة كويتية لعامل مصري بمطعم شهير بالكويت. حالة من الغضب العالم والجدل بعد انتشار مقطع فيديو لشباب امرأة سبت رجل او عامل مصري في احد سلاسل المطاعم الشهيرة في دولة الكويت بعد انتشار الفيديو بنطاق واسع خلال الساعات الماضية. وتظهر المواطنة الكويتية في الكويت او في الفيديو يتهاجم العامل المصري الذي يعمل كشير، حيث تعدل عليه بألفاظ نائبة وخادشة للحياة. وفي المقابل لم يبد العامل المصري أي رد فعل سوى أنه نصحها بالخروج من المطعم وعدم إثارة المشاكل. لكن لم تتوقف الكويتية عن سيل البذاءة والسباب ولم تستمع إليه، بل إنها تمادت في سبه قبل أن تهدده بطلب الشرطة. وطالب العديد من المتابعين بتدخل السلطات والجهات المعنية للتحقيق بالواقعة وضرورة خضوع تلك السيدة الكويتية للتحقيق والعقوب لما ارتكبته من تصرفات غير إخلاقية بحق العامل المصري. العامل المصري
له كل الاعتبار، له كل الاحترام، انسان رايح يشتغل، انسان رايح يكافح وبيجاهد من اجل ان يكون في بلد كريمه، وبيشتغل يعني الراجل وبيعمل اللي عليه. سبب خناقه رمضان صبحي وعبد المنعم بعد نهايه مباراه الاهلي وبيراميدز. شهدت مباراه الاهلي وبيراميدز التي اقيمت امس السبت ضمن مباريات الجوله ال25 من بطوله الدوري مشاده كلاميه بين لاعب فريق بيراميدز رمضان صبحي وبين محمد عبد المنعم لاعب الاهلي بعد اطلاق صفاره نهايه المباراه التي اقيمت على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، والتي انتهت بفوز السماوي بهدفين دون رد من الاهلي. ونشرت مشاده بين رمضان صبحي ومحمد عبد المنعم عقب نهايه المباراه بسبب التدخلات القويه بين الثنائي طوال احداث اللقاء، خاصه بظل المنافسه القويه بين الفريقين للفوز، اذ اشتبك مدافع الاهلي مع لاعب بيراميدز بسبب اهداره للوقت في الدقائق الاخيره للمباراه، في الوقت الذي كان يبحث المارد الاحمر عن تعويض التاخر بهدفين. وتدخل الجهاز الفني لبيراميدز بقياده اليوناني تاكيس جونيس ومحمد الشناوي حارس مرمى الاهلي وبعض اللاعبين لاحتواء الموقف وانهاء الازمه سريعا قبل ان تتفاقم الامور. حقيقه انا مش عارف مره الجمهور يجي على الحارس المرمى بتاع تقريبا سموحة اللي يحاول ان هو يهينه ويعني يقل ادبه عليه، وبرغم ان كان عنده حالة وفاة غير عادية، كان اخوه اتوفى منذ ايام او قبلها بيومين، وان الفريق استدعاه ان هو لازم يلعب الكورة، ولكن طبعا الانسان ده كان محطوط جواه لحزنه على اخوه والألمه الشديد. لكن عايز اقول احنا مصريين لازم نكون عندنا احساس بمشاعر الاخرين، ولكن بطلب من الله يا جماعة او بطلب منكم ارجعوا احترزوا تاني بالكمامات. الكورونا بدأت تتوسع وتعود بشراسة، وربنا يحفظنا ويحفظ مصر من كل شر، وعشان ما نرجعش نندم ونقول الكورونا ونقول قلة الشغل ونقول الغلا ونقول الوباء. حفظنا الله من الوباء والغلاء، وحفظ شعبنا الكريم، وحفظ الرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بصلوات غبطة قداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية. ادعوكم ان تشاهدوا هذا الفيديو وتشتركوا في القناة، قناتكم المحببة قناة الملك والامير. لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. امين.